بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، رواق الطلبة الوافدين بالديار المصرية حفظها الله، قال: وأما الأخبار، قلنا بأن أما حرف تفصيل وحرف من حروف الشرط يقع في جملة على هيئة التقسيم، أما كذا فكذا وكذا، وأما كذا فكذا وكذا، فهو حرف تفصيل يعني يفصل، وشرط لأنه هو بدل عن اسم شرط اللي هو مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا وكذا. وأما الأخبار، الأخبار بفتح الهمزة بخلاف الإخبار اللي هو بكسر الهمزة، بكسر الهمزة ده مصدر، مصدر اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إلقاء الخبر. الإخبار: أخبرتك بكذا، يعني أنا نقلت لك هذا الخبر، أديت لك هذا الخبر. طب والأخبار اللي هو نفس الكلام المؤدى، يبقى الإخبار دي التأدية، والأخبار جمع خبر اللي هو القضية التي نقولها. وأما الأخبار جمع خبر، الأخبار جمع خبر، فالخبر الفاء هنا مزحلقة عن محلها، الأخبار التي مفردها الخبر فما يدخله الصدق والكذب، يبقى ده أصلا ترتيب العبارة، فبيسموا هذه الفاء فاء مزحلقة عن محلها. يعني إيه مزحلقة؟ يعني منقولة عن مكانها، مكانها فين؟ وأما الأخبار التي هي مفردها أو مفردها الخبر فكذا وكذا وكذا، فهي مزحلقة عن محلها وعن مكانها. طيب، الأخبار، فالخبر، خبر ده مبتدأ ثاني وما بعده يعتبر خبر، لأن الأخبار مبتدأ أول، الخبر كذا وكذا ده مبتدأ ثاني، ما يدخله الصدق والكذب ده عبارة عن مبتدأ، خبر عن ما هو عندنا في الخبر ده مبتدأ ثاني، خبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر كذا وكذا دي كلها على بعض كده خبر للأخبار. تمام. قال: ما، ما هنا بمعنى مركب كلامي، أنا عندي المركب إما أن يكون منسوب إلى الكلام، وإما أن يكون المركب مركب ذهني، وإما أن يكون هذا المركب مركب خارجي. مركب كلامي يعني جملة، جملة تامة، إما مكونة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. ما، بعضهم يقول لفظ بسيط، وبعضهم يقول مركب كلام يعني مكون من مكونات الجملة يدخله. الدخول هنا دخول مجازي وليس دخولا حقيقيا، لأن الدخول الحقيقي إنما يكون في الأجسام. دخلت المنزل، خرجت من المنزل، ده حقيقي. طب دخول الصدق والكذب في هذا المركب
ده دخول ايه؟ ده دخول مجازي، بمعنى ان الصدق والكذب وصفان من اوصاف الجمله. يبقى هنا اراد من الدخول معنى الوصفيه. ما يدخله الصدق، الصدق عرفوه بانه مطابقه الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية، مطابقة الحكم المستفاد من اللفظ للنسبة الخارجية. عندي نسبة على اللسان، ونسبة في الأذهان، ونسبة في خارج الأذهان، لأن النسبة الخارجية، لأن احنا قلنا ان في نسبة أخرى، لأن احنا قلنا الوجود كام؟ الوجود أربع. وجود على اللسان، ووجود في النقوش، ووجود في الأذهان، ووجود في الأعيان اللي هو الخارج، خارج عن الذهن. يبقى عندما تطابق النسبة المفهومة، الحكم المفهوم من النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، هذا هو الصدق. انتبه، لأن عندنا كل الكلام اللي جاي هينبني على هذا. يبقى عندي مطابقة ومماثلة بين الحكم المستفاد من النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. أقول لك مثلا، جاء عمرو إلى الرواق ليلة الجمعة، دي جملة اهي، ايه الحكم المستفاد من هذه الجملة؟ مجيء عمرو للرواق او في هذا الوقت في هذا الزمان، مجيء عمرو الى رواق الاتراك يوم الجمعة، دي اللي ايه؟ ده الحكم المستفاد من هذه الجملة. هذا الحكم، نيجي بقى للخارج، فين الخارج؟ اللي هو الجمعة. نبحث مع مسؤول الرواق، وفلان الفلاني جاء ليلة الجمعة، سجلت له دخول وخروج الرواق ولا لا؟ فيقولوا لي لا، سجلنا دخول وجاء بالفعل إلى الرواق، يبقى طابق الحكم المستفاد من النسبة للنسبة الخارجية اللي هو الحضور إلى الرواق في ذلك الميعاد. فيبقى ده يا مولانا، ده صدق، لم يوافق ولم يطابق، لا ما جاش. فتحنا سجلات الرواق ومسؤول الرواق لانه عارف اللي خارج واللي جاي، قال لا ما جاش. يبقى ده ايه؟ ده كذب. قال ما يدخله، يعني مركب كلامي، يدخله اي يوصف بالصدق تارة وبالكذب تارة أخرى. فإن كان موافقا للواقع ونفس الأمر ولما هو خارج سمي صدق، وإن كان مخالفا للواقع ونفس الأمر سمي كذبا. قال لاحتماله لهما، كأنه هو بيجيب عن سؤال سئل عنه، لماذا قلت الصدق والكذب؟ يعني يدخله الصدق والكذب. قال لأن اللفظ من حيث هو محتمل لأن يكون مطابقا ولأن يكون غير مطابق، فلذلك قلنا لاحتماله، لأن اللفظ من حيث هو، هذا المركب الكلامي من حيث هو يصلح تارة أن يكون مطابقا فيكون حينئذ صدقا، ويصلح تارة أخرى أن يكون غير مطابق فيكون كذبا. يبقى ده معنى الاحتمال. لكن هناك مركب كلامي لا يحتمل الصدق والكذب، عندما يقول الرجل
لزوجته أنت طالق، ده إنشاء، لا أقول أنت كذاب، ده هي مش طالق. يال إزاي ده ملوش نسبة خارجية، فعندما أقول طالق يكون مطابق لهذه النسبة أو غير مطابق، ده لا يحتمل الصدق والكذب. ليه؟ لأن ملوش نسبة خارجية يكون بينها وبينه مطابقة أو عدم مطابقة. يبقى ما يحتمل الصدق، ما يحتمل الصدق والكذب هو الذي يكون له نسبة خارجية، هذه النسبة الكلامية إما أن توافق وإما أن تخالف. الخبر له هذه النسبة، ولذلك كان من احتمالاته أن يكون مطابقا وأن يكون غير مطابق. وأما الإنشاء فلا يحتملهما، يعني لا يوصفان أو لا يوصف الإنشاء بهما، أي بأحد منهما، لا يكون الإنشاء طارة صدقا أو طارة كذب. ولذلك عندما أقول لك اسقني تقولش أنت كذاب، لأنه ملهاش نسبة خارجية نستطيع أن إحنا نطابق بين هذه النسبة الكلامية وبين النسبة الخارجية، أو نقول بأن النسبة غير يعني مطابقة فتكون كذب. فهمنا؟ يبقى الاحتمال أصله إيه؟ أصله قبول المركب الكلامي تارة للموافقة وتارة لعدم الموافقة. طب والإنشاء؟ لا، الإنشاء مفهوش، لا يكون مطابقا ولا يكون غير مطابق، ولذلك لا يحتمل. قال لاحتماله لهما، أي للصدق والكذب، أي لأحدهما بدلا عن الآخر، مش لهما معا، لا لأحدهما بدلا عن الآخر، لأن ما فيش عبارة بتبقى صدق وكذب في آن واحد. وإلا لو قلت الكلام ده يبقى أنت تحتاج إلى علاج عقلي، معالجة عقلية، تبقى مجنون على طول. ليه يا مشايخ؟ لأنك بتقول إن إحنا نجمع ما بين الضدين من جهة واحدة. قال من حيث إنه خبر، يعني هو يقبل الصدق والكذب من حيث ذاته لا من حيث الأمور الخارجية، لأن عندك أخبار أو جمل لا تقبل إلا الصدق، لا لذاتها وإنما لما عرض لها من أمور خارجية. وهناك أخبار وجمل لا تحتمل إلا الكذب لأنها قد عرض لها ما يحتم عليها الكذب، لكن تحتم الكذب في حالة وتحتم الصدق في حالة، لا لذات الجملة وإنما لأمر خارج. عندما أقول لك هذه اللحظة أقبل علينا الليل، بتقول لي إيه؟ تقول لي لا، الجملة دي لا تحتمل إلا الكذب، لا لذاتها وإنما لأننا رأينا النهار ساطعا ونور الشمس قد يعني ملأ الأفق، فعدم يعني احتمالها للكذب، يعني تحتم الكذب فيها لا يعني أنها ليست من الأخبار، لأن التحتم جاء من أمر خارجي. طب اقطع كده الكلام عن النظر إلى الخارج، وهذه الساعة قد أقبل علينا الليل، إيه رأيك؟ ما تبصش بره، لا تقبل الصدق وتقبل الكذب، أراء مسيلمة الكذاب وادعائه للنبوة من حيث هي خبر، ولو قطعنا النظر عن الأدلة القطعية الشرعية لقلنا بأنه يحتمل الصدق والكذب باعتبار ذاته، لكن بالنظر إلى المعجزة النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذبه. أخبار الله لا تحتمل إلا الصدق، ولكن لا لذاتها وإنما لنسبتها إلى الصادق سبحانه وتعالى. فخرج الطلب
خرج الطلب عن قضية الخبر. ليه؟ لأنه لا يحتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. ولذلك لما تيجي تعرف، عندما تعرف الخبر تقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات كونه مركبا كلاميا بقطع النظر عن الأمور الخارجية. فهمنا؟ الدقة دي تميزك وتميز أزهريتك، الأزهرية الحقيقية التي تقرأ على مستوى ما بين السطور. مشايخنا بيقولوا على مستوى الحرف، على مستوى الحرف، وأحيانا يقولون على مستوى ما بين السطور، ما بين الحروف. فخرج الطلب، ويأتي بعد ذلك يعرف لك الطلب ويعرف لك الإنشاء. فخرج الطلب والإنشاء. طيب، وهذا ما ذهب إليه الإمام الرازي. الإمام الرازي بيقول إن القسمة ثلاثية، يعني الكلام ينقسم إلى خبر، وينقسم الكلام إلى طلب وإلى إنشاء، قسمة ثلاثية. غالب علماء البيان قالوا بأنها ثنائية، لأنه إما هو إنشاء وإما هو خبر، ولا ثالث لهما. والشرح سيتكلم عن هذا. قال: والإنشاء، وقد يؤخذ من هذا التعريف ما صرح به بعض المحققين، يقصد به سعد الدين التفتزاني. سعد التفتزاني ده كان محقق، وكان مدققا، وكان مفكرا، وكان له أتباع، وشهد له من بعده بالبراعة والإتقان. قال: ويؤخذ من هذا التعريف ما صرح به بعض المحققين من أن مدلول الخبر هو الصدق. عايز يقول لك إن الأصل في الخبر هو أن يكون مطابقا، ده الأصل الغالب فيه، وضعه كده الأصل فيه، والكثير والغالب أن يكون مطابقا. وأما كونه غير مطابق ده احتمال يفرضه العقل، لكن الأصل فيه إيه؟ الأصل في الصدق. المؤمن الأصل أن يكون صدوقا. أكذب المؤمن؟ قال: لا، الأصل في المؤمن كده. أخي بلد، احنا يعني كأننا يعني إيه بنستأنس، ما بنستدلش، هذا من قبيل الاستئناس. لكن هو بيقول الأصل في الأخبار أنها موضوعة للمطابقة، وكونها غير مطابقة ده احتمال عقلي. يعني إيه احتمال عقلي؟ يعني أمر يفرضه العقل. العقل ممكن يفرض إنه عدم، إن الخبر غير مطابق، لكن الأصل فيه إيه؟ لا، الأصل فيه المطابقة، الغالب والكثير فيه المطابقة. وأن الكذب ليس من مدلوله، يعني هو مش موضوع للكذب، ده هو موضوع للصدق. يعني الخبر موضوع لمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، وأما كونه غير مطابق ده أمر خارج عن مدلوله وخارج عن وضعه، وإنما هو أمر عقلي يفرضه العقل فقط. احتمال يبقى الخبر مش مطابق، ده احتمال عقلي. أمال الخبر موضوع لإيه؟ الخبر مدلوله إيه؟ لا، الخبر مدلوله المطابقة. بس هل ممكن الخبر يخالف مدلوله؟ العقل بقى بيفرض الكلام ده، لكن الواضع بيقول لا، الخبر في مقابلة المطابقة. طيب، في احتمال عقلي ان المطابقة لا تكون مستوفاة وغير موجودة في الخبر؟ في احتمال عقلي، لكن الوضع بيقول ايه؟ لا، بيقول المطابقة. طب والعقل بيقول ايه؟ بالاحتمال ما يطابقش. ففي فرق يا أولاد ما بين المدلول، المدلول ده يعني راجع للوضع، الوضع وضعه للمطابقة،
ولكن العقل بيقول ممكن المطابقة لا تستوفى. قال: وإنما هو احتمال عقلي. وصرح الرضي في شرح الحاجبية أن مدلول الخبر هو الصدق خاصة، وأن الكذب ليس من مدلول الخبر. يبقى القضية في إيه يا مشايخ؟ خلي بالك الحتة دي مهمة جدا، ممكن تقرأها ما تفهمهاش. المدلول يعني الوضع، واضع، لأن الخبر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مركب. وخلي بالك إن المركبات موضوعة كما أن المفردات موضوعة. يا سلام، ده الراجح كده. يعني الخبر ده مركب كلام، يبقى موضوع، العرب وضعته. وزي مثلا الإنسان والبشر أيضا موضوع، لفظ في مقابلة معنى، والمركب كذلك. ولكن المركب الوضع في المركب وضع نوعي مش وضع شخصي. طيب، لأن العرب لم تتكلم بكل الأشخاص التي نتكلم بها الآن، وإنما يتكلمت بأنواعها، يعني تكلمت بنوعية الفاعل والمفعول والفعل ونوعية الخبر ونوعية المبتدأ وإلى آخره. فيبقى احنا بنتكلم في المدلول. بيقول كده: وضع اللغة وضع الخبر بإزاء المطابقة لا غير. لكن يأتي العقل ويفترض ان ممكن ما يطابقش عادي، بس مش ده المدلول، مش ده اللي وضع اللغة. ده وضع اللغة وضعها للمطابقة. قال: وإنما هو احتمال عقلي. وارتضاه السعد التفتزاني. ارتضى يعني قال: لا، ده كلام جميل وكلام جيد ونظر دقيق في اللغة. خلي بالك بقى، هنا يعكس لك أن الأصوليين لهم أنظار دقيقة في اللغة تفوق أنظار أهل اللغة نفسهم دقة. وهو الراجح، ده المحققين بيقولوا كده. واستدل في المطول بأن نقطع بأن الذي نريده ونقصده بقولنا زيد قائم هو إفادة المخاطب. يعني اللي يدل على ده إيه؟ لما أنت بتتكلم، هو أنت عايز إيه من كلامك؟ ماذا تريد من كلامك؟ أنا أريد من كلامي أن أوصل للسامع النسبة أو الحكم المستفاد من النسبة لا غير. وهذا فرع الوضع. أنا عايز أفيده بإيه؟ أفيده بالحكم المستفاد من الجملة بس. واستعمالك ده فرع عن وضع اللغة. بأننا نقطع بأن الذي نريده ونقصده بقولنا زيد قائم هو إفادة المخاطب، ثبوت القيام لزيد. احنا عايزين نفيد بان القيام قد ثبت لزيد بس. قم بقى ان هو يبقى، هل بالفعل بقى القيام ثابت لزيد او غير ثابت لزيد؟ دي قضية عقلية، هينظر بقى الى الواقع وينظر الى يعني قضية مطابقة وقضية غير المطابقة. يبقى دي مسألة عقلية ملهاش دعوة، لا علاقة لها مطلقا بالوضع. فهمنا؟ قال: وإنما هو احتمال عقلي. الحتة دي كانت جميلة جدا. ولا مخرج للخبر من حيث مفهومه عن الصدق والكذب. يعني الخبر يا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذبا، ما فيش واسطة. يقول لك: ولا مخرج، يعني ما فيش حاجة أخرى، يا صادق يا كاذب. قال: ولا مخرج للخبر من حيث مفهومه. الله،
شوف بقى الدقة، من حيث المفهوم لا من حيثيات أخرى، لأنه ممكن من حيثيات أخرى ينقسم إلى أقسام كثيرة، لكن من حيث مفهومه إما أن يكون مطابقا وإما ألا يكون مطابقا، فإن كان مطابقا كان صدقا وإن كان غير مطابق كان كذبا. وده على رأي الجمهور الذين يقولون هو يحتمل الصدق والكذب، وأما على رأي المحققين لا، هو حاجة واحدة بس، موضوع للصدق والكذب احتمال عقلي. اقرأ كده بقى كده واحدة واحدة، عشان على رأي المصريين يقول لك ايه، احنا نحب نعمل الحاجة ونمخمخ فيها. ولا مخرج للخبر من حيث مفهومه، يعني من حيث ذاته اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب، عن أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا عند الجمهور. يا سلام، شفت الدقة، لكن مش عند السعد التفتزاني ومن وافقه، لأنه بيقول لا، ده هو احتمال واحد فقط اللي هو إيه، الصدق، والكذب أمر عقلي يعرض للخبر، لأنه إن طابق الخارج، طبق يعني يا مشايخ يعني وافق وماثل الخارج، فالصدق يعني فهو الصدق. والصدق هنا أعتقد أنه مصدر أريد به اسم الفاعل، يعني فهو الصادق، يعني الخبر الذي يوصف صاحبه بأنه صادق، أو لا يكون مطابقا فهو الكذب، يعني اسم، أنا مصدر أريد به اسم الفاعل، يعني يقال لقائله أنت كاذب، زي يقول لك الفجر الصادق والفجر الكاذب. هو الفجر يبقى صادق نفسه؟ لا، يعني يقال لمخبره أنت صادق أو أنت كاذب. ومعرفة هذا المعنى اللي هو المطابقة أو عدم المطابقة، لأن واحد يقول لك إيه، يقول لك ما يحتمل الصدق والكذب، ده أخذ الصدق والكذب في مفهوم الخبر، والصدق عبارة عن خبر، خلي بالك، عشان يقول لك هو عايز يهرب من الإيه، عايز يهرب من الدور، ما هو الصدق نفسه خبر، صح ولا لا؟ والكذب نفسه خبر، ده اللي قائل بأن في دور، فيبقى أخذ الصدق والكذب في تعريف الخبر دور، لأن أقول لك الخبر تقول لي هو إيه؟ تقول لي مركب كلامي، عبارة عن خبر يطابق أو لا يطابق، يبقى أنت أخذت الخبر في تعريف الخبر، وأخذ الخبر في تعريف الخبر يعني جعلوه في التعريف يؤدي إلى الدور، ده الاعتراض اللي هم وجهوا به الكلام، اللي هو إيه؟ اللي هو إن الصدق عبارة عن خبر طابق الخارج، أو الكذب خبر غير مطابق للخارج. قالوا لا، قالوا إيه، هو ما خدش الصدق ولا الكذب في التعريف، ده المراد بالصدق هو المطابقة والكذب هو عدم المطابقة، فكأنه قال ما يدخله المطابقة أو عدم المطابقة بس، ولا في خبر ولا في أي حاجة، يبقى معنى الصدق هنا المطابقة، ومعنى الكذب هنا إيه؟ عدم المطابقة. قال ومعرفة هذا المعنى اللي هو المطابقة يا أولاد أو عدم المطابقة لا يتوقف على معرفة الخبر. أمال إيه بقى اللي بيتوقف على معرفة الخبر؟ الصدق والكذب، لأن الصدق خبر وافق الواقع، والكذب خبر
خالف الواقع. لكن المراد من الصدق والكذب المأخوذان في التعريف هو المطابقة أو عدم المطابقة، وهذا كاف في الخروج عن الدور. قال: ومعرفة هذا المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر، فلا دور. الدور اللي هو يا أولاد، إن التعريف المعرف يتوقف على التعريف، والتعريف يتوقف على المعرف. هقول لك بطريقة بسيطة، لما تيجي تقول الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب، طب ايه هو الصدق والكذب؟ اللي هو الخبر. طب ايه هو الخبر؟ عايزين نعرفه. نطلع بره للتعريف. يا تعريف ايه الخبر؟ يقول لي الخبر هو عبارة عن كلام يحتمل الصدق والكذب. ادخل للصدق اقول له هو ايه الخبر اللي انت جواك؟ يقول لي اطلع بره للتعريف. واطلع بره يقول لي خش جوه، واخش جوه يقول لي اطلع بره. لا، ما فهموني، عامل زي المصالح الحكومية المصرية، يقول لك هات الورقة من فلان، تروح لفلان يقول لك روح هات الورقة من الفلان اللي بعتك، تروح لفلان يقول لك روح هات الورقة من الأولان. لا 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 لا، حاجة فل خالص. حصل لك كده ولا لا؟ وانت بتعمل الإقامة الصبر ولا السبق؟ هو ده سبق يا مولانا، وصبر محتاج لجلد يا اخوانا، هي البيضه الاول ولا الفرخه؟ صح، ما هو ده الدور. قال: فلا دور. تمام، يلا حلو. وقيل بالواسطه، لأن هناك في واسطة يا أولاد ما بين الصدق والكذب. القول الأول، خليك فاهم، القول الأول يقول بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب، ما فيش واسطة بين الصدق والكذب، لأما إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذبا، ولا واسطة بينهما، أي لا واسطة بين الصدق وبين الكذب. هناك من قال لا في واسطة. طيب قول لنا بقى مفهومك عن الواسطة إيه؟ مش واسطة، لا واسطة. فقال الجاحظ، الفاء دي اسمها يا أولاد؟ فاء الفصيح. أيوة كده، لا أنا ربيت الحمد لله. فاء الفصيحة يعني إيه؟ التي تخبر عن شرط مقدر. إذا أردت أن تعرف مفهوم هذا أو هذه الواسطة فأقول لك قال الجاحظ. يا سلام، شوف الفاء بتديك كده إيه؟ إنك تفهم الجملة شكلها إيه؟ وتقف عند الحرف. الحرف ده بتاع إيه؟ وبيعمل إيه؟ وبيسوي إيه؟ قراءتك الواعية بهذه الطريقة في التراث تؤدي إلى قراءة واعية دقيقة إلى كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تخشش على الكتاب والسنة وإنت أهوك، متسرع، مش عميق، مش قوي. كلامنا ويعني عرضنا وتحليلنا بهذه الطريقة يمكنك من أن تكون دقيقا مستفيدا للأحكام من الكتاب والسنة عندما تكون مؤهلا للتعامل معهما. امتى بقى؟ اولا تحصل العلوم المساعده تتمكن فيها وتكون الملكه، اهم حاجه الملكه. قال: فقال الجاحظ صدقه مطابقته للخارج مع الاعتقاد. يبقى بص كده، لو معاك ورقة اعمل كده فيها. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي نسبة كلامية يا أولاد، اللي هي الإنسان بيتكلم بها، اللي هي النسبة اللسانية، هنسميها كده اللسانية. وعندي
نسبة خارجية يعني خارج الأذهان، يعني نسبة في الأعيان، تمام كده يا أولاد؟ وعندي اعتقاد اللي هو عمل القلب. يا سلام. والاعتقاد قالوا هو حكم الذهن الجازمي، حكم الذهن يعني قلبك، هنقول كده بطريقة بسيطة قلبك. ثلاث حاجات دول. لكن الطريقة بتاعت الجمهور بتقول ايه؟ لا، انا لا علاقة لي الا بالنسبة الكلامية والنسبة الخارجية، والاعتقاد لا علاقة لي به هنا. فهمنا كده يا اولاد؟ اما الجاحظ فيقول انا عندي نسبة كلامية، نسبة خارجية، عندي اعتقاد. طب يا عم الجاحظ، هنمشي معاك ونعرف منهجك عشان نفهم اللي احنا فيه. قال صدقه يعني صدق الكلام، مطابقته يعني موافقته للنسبة الخارجية مع اعتقاد المطابقة، مع ان يكون ذهنك جازم وقاطع بهذه المطابقة، ليس عندك شك فيها وليس عندك ظن فيها، بل ينبغي ان يكون عقلك وذهنك جازم بذلك، أن يكون عقلك وذهنك جازما بذلك. طيب يا سيدي، يبقى دي بقى عمل الجاحظ قال لك يبقى هو ده الصدق. فالصدق مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية مع اعتقاد القلب ذلك. طب والكذب يا مولانا؟ عدم المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية مع اعتقاد المخبر أنها غير مطابقة، يبقى يجزم كذلك بأنها غير مطابقة. طب يا مولانا، افرض أنه هو طابق الخارج نسبة الكلامية النسبة الخارجية ولم يكن جازما بهذه المطابقة، بل كان ظنا، بل كان شاكا، قال له يبقى ده ليس صدقا ولا كذبا. ما هو يا عم الجاحظ؟ الجاحظ ده من ضمن المجددين في علم البيان، ده يعتبر هو واضع هذا العلم في كتابه البيان والتبيين، حاجة من أروع ما تقرأ. كان عبارة عن نضج، يعني بداية نضج علم البيان، حاجة يعني حاجة عالية. طيب، فما انتفى فيه الاعتقاد المذكور، اعتقاد وجزم المطابقة واعتقاد وجزم عدم المطابقة، فما انتفى فيه الاعتقاد المذكور فيهما أي في الصدق والكذب، واسطة بين الصدق والكذب، يعني لا هو في ملف الصدق ولا هو في ملف الكذب، بل هو حالة بينهما. طيب يا سيدي، كلام حلو، ولكن مش ده كلام الجمهور. وقال جماعة، خلصنا من مين؟ خلصنا من الجاحظ، ومذهب الجاحظ بسيط وخفيف. وقال جماعة، في جمع الجوامع ذكر ان هذه الجماعة التي ابهمها هنا هي النظام ومتابعوه. صدقه أي صدق الخبر
المطابقة لاعتقاد المخبر. يبقى الجماعة دول خرجونا لقضية تانية. الآن عندي اتنين، عندي القلب واللسان، وأما الواقع ماليش علاقة بيه. فأيضا ده ممن أثبت الواسطة، ولكن اختلف مع الجاحظ في هذا المفهوم. الجاحظ بيقول لا، أنا عندي المطابقة ما بين الواقع وما بين اللسان وما بين عقيدة القلب الجازمة أو الخبر والواقع وعدم المطابقة وما سواهما، فهو واسطة بين الصدق والكذب. نقول سليم. جه النظام، جاء النظام وقال لا، عقيدة ولسان، فإذا طابق اللسان ما في القلب كان صدقا، وإن خالف اللسان ما في القلب كان كذبا. طابق الواقع ما طابقش الواقع ماليش دعوة، لأن أنت لما بتتكلم بتتكلم على إيه؟ على ما اعتقدته أنت. عفاريت برضك بيعرفوا يفكروا يا مولانا، مش مسألة حلوين يعني، حتى كلامهم كلام حلو. قال صدقه المطابقة لاعتقاد المخبر. يعني ايه اعتقاد المخبر؟ يعني لجزم قلبه، انا بسميها كده جزم القلب، سواء طابق الخارج او لا. ماليش دعوة بالخارج، خالف الخارج ما خالفش الخارج، طابق اللفظ او النسبة الكلامية لعقيدته يبقى ده يا مولانا صدق. خالفت النسبة الكلامية الاعتقاد يكون كذبا. طيب والواقع؟ هل الواقع ملوش دعوة؟ طب افرض انه هو حصل انه في مطابقة للواقع او عدم مطابقة مع خلو القلب من الجسم بالنسبة، هيبقى ايه يا مولانا؟ هيقول لي لا كاذب ولا صادق. يعني ايه؟ يعني لسانه طابق الخارج مع ان قلبه لا جزم فيه بشيء ولا شيء ولا اي حاجة، قال يبقى دي وسطه. خالف اللفظ او النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ولكن لا اعتقاد فيها بعدم المخالفة ولا بالمخالفة، يبقى ده ايه؟ قال يبقى ده واسطة. يا سلام، بس عند الجمهور حاجة تانية. بس طريقة الجمهور أنسب وأوفق. لماذا؟ لأنها طريقة حاصرة وبسيطة. طيب، قال الراغب، الراغب الأصفهاني، قال ذلك في كتاب اسمه الذريعة، ممن نسبه إليه الإمام الزركشي. إن الصدق التام، شفت بقى الصدق التام على طول، يبقى عندك صدق غير تام، هو المطابقة للخارج والاعتقاد معا. يا ابني الايه، شفت بقى ده، دي مصطلحات دقيقة. الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية للاعتقاد، فإن توافقت هذه الثلاثة كان صدقا تاما. طيب، فإن انخرم شرط، انخرم يعني ايه؟ يعني فات شرط من هذه الشروط، بأن وجد شرطان مثلا، فإن انخرم شرط من ذلك يعني المطابقة أو الاعتقاد لم يكن صدقا. يعني مثلا
النسبة الخارجية طابقت النسبة الكلامية ولم تطابق النسبة الاعتقادية، خلينا نقول عليها النسبة الاعتقادية، ليس صدقا تاما. طب النسبة الخارجية طابقت الاعتقاد وخالفت النسبة الكلامية، لا يكون صدقا تاما. يبقى ده معنى انخرام شرط. انخرام شرط مش الخرم اللي هو في الحيطة ده، يعني فواته. ومنه برضك يعني ما إذا حصل خرم في الحائط يبقى حصل فوات لشرط من شرط ستر الحائط، ما عشان ما يجيبلكش هوا. طيب يبقى فإن انخرم شرط من ذلك أي المطابقة والاعتقاد لم يكن الكلام صدقا، بل إما ألا يوصف بصدق ولا كذب، يعني لا يكون لا صدق ولا كذب. كلام الصغير الصبي الذي لا يميز لا صدق ولا كذب، عنده عند الراغب الأصفهاني في كتاب الذريعة. كلام المبرسم، المبرسم ده اللي هو ايه؟ الذي لا قصد له، يعني واحد مبرسم ده نوع من البرسام، ده نوع من انواع الجنون، واخد بالك؟ لا قصد له، يعني هو ما بيقول اي حاجه في اي حاجه. زيد في الدار، يعني المجنون عندما يقول زيد في الدار، هذا لا يوصف لا بصدق ولا بكذب، لانه صدر ممن لا يوصف لا بصدق ولا بكذب، وكلامه غير معتبر. ولذلك نقول عنه في الفقه لعدم صلاحية عبارته، يقول لك عبارته غير صالحة، يعني غير صالحة لبناء الأحكام عليها، فلا يقال لهذا المبرسم هو صادق، ولا يقال له كاذب. لماذا؟ لعدم المطابقة بين الثلاثة. وإما أن يقال له صدق وكذب باعتبارين، يعني من جهة صدق ومن جهة كذب، باعتبارين مختلفين لم يتواردا على محل واحد. طيب، وذلك إذا كان مطابقا للخارج، يعني النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية، غير مطابقة للاعتقاد. يبقى ده يا مشايخ، قال لي يبقى ده صدق وكذب، ولكن بالنظر إلى أمرين. يعني إن نظرنا، انتبهوا يا أولادي، بلاش يا إخوان، لأن يا إخوان دي مصيبة لمن دول. يبقى النسبة الكلامية مساوية للنسبة الخارجية، يبقى من حيث مطابقة كلامي النسبة اللسانية للنسبة الخارجية يكون صدقا، ومن حيث ان النسبة الكلامية غير مطابقة للاعتقاد يبقى ده كذب. فده بيفصل، ده يعني اصطلاح في غاية التفصيل والتدقيق. يعني انا عندي إذا طابقت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية يكون صدقا. طب والاعتقاد المخالف، الاعتقاد المخالف يبقى ده كده كذب، من حيث مخالفة الاعتقاد كذب، من حيث موافقة النسبة الكلامية للنسبة اللسانية الخارجية للإنسانية ده يبقى إيه؟ صدق. طب مخالفته للاعتقاد يبقى كذب. يا سلام، حاجة حلو. طيب، أو عكسه اللي هو إيه؟
اللي هو مطابقة النسبة الكلامية للخارج عكسه اللي هيبقى العكس بقى العكس بتاعه انه هيبقى طابق الاعتقاد دون الواقع طابق الاعتقاد يبقى النسبة الكلامية يا أولاد تكتب كده النسبة الكلامية طابقت الاعتقاد مع مخالفة الواقع يبقى برضك بيتقال عليه ايه صدق وكذب واو هنا بمعنى او بمعنى ايه بمعنى او يبقى صدق باعتبار المطابقة يعني بسيطة خالص انظر الى جهة المطابقة وسميها صدق وانظر الى جهة المخالفة وعدم المطابقة وسميها كذب بس كده يبقى سهل كقول المنافقين قول المنافقين نشهد إنك لرسول الله يبقى نشهد إنك لرسول الله ربنا قال إيه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إيه ده كاذبون في إيه قالوا خلي بالك هم قالوا إيه محمد رسول الله صح كده مع عدم اعتقاد الرسالة يبقى من حيث ان محمد رسول الله في ذاتها صدق بمعنى ان النسبة الكلامية وافقت النسبة الخارجية يبقى صدق طيب مخالفة النسبة الكلامية لاعتقاد قلوبهم يبقى كذب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه كذبون باعتبار ايه باعتبار الاعتقاد ان اولاد الابلسة دول ما كانوش معتقدين برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذبون من هذه الجهة فيصح ان يقال لهذا صدق بس ربنا قال كذب ربنا قال كذب نظرا إلى جهة مخالفة الاعتقاد ولكن بالنسبة إلى مطابقة هذه النسبة الكلامية للنسبة الخارجية وأن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم رسول وأن هذه الرسالة مطابقة للخارج نعم صدق ولكن مخالفة هذه النسبة الكلامية للاعتقاد يعتبر ده ايه ده كذب بس هو ربنا بقى في الحقيقة على كلام الجمهور قال انهم لكاذبون في الشهادة مش في يعني في المتعلق اللي هو الشهادة لا في مضمون الشهادة بمعنى ما هو بيقول لك ايه قالوا نشهد هم شهدوا صحيح اقروا يا شيخ خيري بقلوبهم ولا كانوا كاذبون طيب يبقى هم كاذبون في الشهادة وان كان متعلق الشهادة وهي انه رسول الله في ذاتها صدق لكنهم كاذبون في الشهادة نشهد وانت اقررت بالشهادة يعني ايه يا اولاد يعني اقرار بالقلب مع الجزم بأن سيدنا صلى الله عليه وسلم رسول الله هم لم يشهدوا بهذا ولكن قلوبهم كانت مكذبة يبقى كاذبون في شهادتهم لأنها لم تكن مطابقة اعتبارا بالمطابقة لما في الخارج وكذب لمخالفته ضمير القائل اللي هو عقدته يعني نيته ولهذا أي من هذه الجهة كما قلنا لكم أي من جهة الاعتقاد هم كاذبون ولذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى
قال وشمل التعريف. خلاص كده احنا خلصنا من التقاسيم وانتهينا من التقاسيم. نرجع مرة ثانية إلى ما ذهب إليه الجمهور من تعريف. ماشي يا مشايخ؟ قال وشمل التعريف، التعريف اللي معناه اللي هو إيه؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. قال شمل التعريف ما يقطع. ما يعني إيه؟ يعني الأخبار التي يجزم بصدقها لأمور خارجية، والأخبار التي يجزم بكذبها لأمور خارجية، لأنه قال إيه؟ ما احتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. أخبار الله سبحانه وتعالى لإضافتها إلى ربنا سبحانه وتعالى لا تحتمل إلا الصدق، أخبار الشيطان مسيلمة لا تحتمل إلا الكذب، ولكن لا لكونها أخبار، ولكن لأنها صدرت من شخص حكم عليه بالكذب. وأخبار الله سبحانه وتعالى ليست إلا صدق لأنها صدرت من الواحد الأحد الذي يمتنع عليه الكذب. قال وشمل التعريف ما يقطع بصدقه أو ما يقطع بكذبه لأمور خارجية عن مضمون الخبر. طب جرد الخبر كده عن إضافته لله، وجرد أخبار مسيلمة عن إضافتها إلى مسيلمة، يأتي فيها التعريف بحذافيره تحتمل الصدق الكذبة لذاتها. فالأول كخبر الله تعالى لأنه مقطوع بصدقه لقيام المعجزة على صدق الله سبحانه وتعالى، أو أخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواتر الآتي، الأخبار المتواترة مما يقطع بصدقها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني اللي هو ما يقطع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة، يعني المعلوم خلافه علما ضروريا، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال. أقول لك الواحد نص العشرة، تتصور الواحد تتصور العشرة تقول لي لا أنت كده بتتكلم كلام مجانين، لأن أنا عالم خلاف هذا قطعا، ودي قضية بديهية. نحو قول القائل النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، والنقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمنا؟ يعني زيد موجود، زيد ليس بموجود، ما يجتمعوش، يبقى موجود وغير موجود في أنهي واحد؟ أنت بتعمل إيه يعني؟ يا موجود يا غير موجود. قال يجتمعان أو يرتفع، لما تقول بقى قضية مخالفة تقول لا زيد موجود زيد ليس بموجود في آن واحد من جهة واحدة، لا يبقى أنت حضرتك كده أقول لك هذا الخبر خبر كاذب قطعا لأنه معلوم خلافه، حيث إن الأدلة القطعية قالت بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا تقدر تجمعهم في حالة واحدة ولا تستطيع أن أنت ترفعهم معا. طيب قال أو استدلالا، يعني أو المعروف خلافه بالاستدلال، يعني بإقامة الأدلة ويعني ضبطها ووضعها بطريقة منتجة. نحو قول الفلسفي، قول الفلسفي منسوب إلى الفلسفة، يعني
فلسفي نسبة إلى الفلاسفة مش إلى الفلسفة، مأخوذ من فيلا سوفا وهو الحكيم. يبقى الفلسفي هي نسبة إلى الفلاسفة. العالم قديم، العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. العالم قديم، بس هي دي قضية نظرية استدلالية تحتاج إلى إقامة الأدلة. يعني أنا لم أطلع على بطلانها إلا بإقامة الدليل وبفحصه وبحثه حتى يكون منتجا لهذه النتيجة، لكن لست من أول نظرة بالنظر إلى الطرفين أعتقد بطلانها وفسادها، بل تحتاج إلى نظر وإمعان وإقامة أدلة. طيب، فهذه القضية هي قضية، أو هذا الخبر هو خبر كاذب، ولكننا علمنا كذبه من خلال الأدلة الخارجية النظرية، لكن باعتبار ذاته بقطع النظر عن الأدلة الخارجية لا يحتمل الصدق والكذب. ولا يخفى أن الخبر من أقسام الكلام، يعني أن الخبر قسم من أقسام الكلام، ففي إطلاقه على اللساني والنفساني ما مر في إطلاق الكلام عليهما. يعني هذا الخبر يعني موضوع للساني ولا موضوع للنفسي ولا موضوع لهما معا، كلام سبق أن ذكرناه في محله. ثم بعد ذلك ينتقل ويتكلم على الخبر وأنه ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما خبر أحد وإما خبر تواتر أو خبر متواتر. والأحاد جمع أحد، كبطل وأبطال، أحد وآحاد. ومتواتر يعني وخبر متواتر، لأنه يعني لأن الخبر من حيث هو إن أفاد العلم بنفسه ولو بالقرائن اللازمة فالمتواتر، وإلا فالآحاد. يعني جملة لأنه ده يريد أن يدلل بها على انقسام الخبر بين هذين القسمين فقط، وهو الآحاد والمتواتر، وأنه لا ثالث لهما. لأنه أي لأن الخبر إن أفاد العلم بنفسه لا بأمر آخر، هو في ذاته من حيث هو خبر يفيد العلم، حتى وإن كانت إفادته للعلم حاصلة بالقرائن الخارجية، هو كده مع القرائن الخارجية يفيد القطع بمدلوله ونسبته إلى قائله، بلاش مدلوله، نسبته إلى قائله. الكلام ده منسوب إلى هذا القائل قطعا، أو لا ليس بنفسه مفيدا للعلم وليس بانضمام القرائن له يفيد العلم، حتى وإن كان معه قرائن ولكن هذه القرائن لا تخرجه من دائرة يعني الظن إلى دائرة العلم، ما زال مضمونا في نسبته إلى قائله. يبقى هذا هو المتواتر. يبقى نظر هنا إلى إفادة العلم، إن حصلت بنفسه ولو مع القرائن الخارجية يبقى متواتر، وإن حصلت لا يعني أفاد العلم، ما أفادش العلم بقى، أفاد الظن ولم يفد العلم، يبقى ده إيه؟ ده أحد. والمتواتر في اللغة، أي لغة العرب طبعا مش لغة الملاوية ولا الإنجليزية، المتواتر في اللغة هو المتتابع. تواتر الشيء يعني تتابع، واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، وهكذا، بأن يكون الشيء بعد الشيء بفترة، جه الأول انتظرنا وبعده بقليل جه الثاني وبعده بقليل جه الثالث وهكذا. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله فالمتواتر، وقلنا بأن هذه الفاء هي فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر. ما
يعني خبر أو نسبة كلامية، يوجب أي بنفسه إجابا عاديا، مش إجاب عقلي، لأن الإجاب العقلي لا يتخلف، لسامعه أي لمن يسمعه، العلم يعني القطع والجزم، الضروري، الضروري يعني الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني التواتر يوجب العلم الضروري، لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. هتستطيع أن تدفع عن نفسك إن في بلدة اسمها ماليزيا، ده ثبوت ماليزيا أصبح بالنسبة لك قطع ومتواتر، ما تستطيعش إن أنت تنكر. طب تستطيع تنكر إن في مصر يعني؟ ما أنت قاعد عليها إيه؟ لحصوله الدليل على أنه يفيد العلم، إن العلم بيحصل من يعني في واحد مثلا لا تأتى منه النظر، بس عارف إن في الكعبة موجود، جماعة اللي هم اللي احنا عندنا في مصر بنسميهم يعني على الله، عارفين إن في بلدة اسمها مكة وفي بلدة اسمها المدينة، وقطعين وجازمين بيها وما يقدرش إن هو ينكر. يبقى حصل العلم بوجود مكة والمدينة لذلك النوع من الناس حصولا لا يمكن معه الإنكار. يبقى ده إيه؟ قال لك يبقى ده كده ضروري، لأنه حصل لمن ليس من شأنه النظر والاستدلال. العيال الصغيرة عارفة أن في مكة والمدينة. قال لحصوله أي لحصول العلم به لمن لا يتأتى له النظر كالبله والصبيان. البله اللي هم ليس عندهم تمييز تام، وليس المراد من لا تمييز لهم، يعني لمن ليس من أهل النظر بخلاف طبعا الاستدلال. وقال جماعة إنه نظري، يعني إن العلم المستفاد من التواتر علم نظري. وفسره النظر يعني يحتاج لإقامة أدلة منطقية بترتيب معين. قال لا، أنا قصدي بنظري إنه هو يحتاج إلى مقدمات موجودة عند السامع، يفهم يعني إيه مكة، يعني إيه المدينة، يعني وهكذا، يبقى فاهم اللغة، يبقى فاهم يعني إيه بلدة، يبقى هكذا، لازم يبقى عنده هذه. بس مش هي بقى اللي هو الضروري هنا، النظر هنا ليس هو النظر الذي سبق الكلام عليه، بمعنى أنه الذي يتوقف على بحث واستدلال منطقي بطريقة معينة. لا، ده نظري بمعنى أنه يتوقف على بعض الأمور التي لا بد منها، وليست هي الذي ذكرناها قبل ذلك، وهو كون خبر ولا بد أن يكون جمعا، ولا بد أن يمتنع تواطؤهم على الكذب، ومعنى أنه يكون عن محسوس. لازم يبقى الواحد عشان يحصل له العلم يبقى عارف يعني ايه المتواتر وعارف شروط التواتر. قالوا طب ما ديت ليست هي النظر التي ذكرناه قبل ذلك. قال وفسره المصنف بتوقفه اي الخبر على مقدمات حاصلة عند السامع. اول حاجة من المقدمات دي ان الخبر ده يكون خبر جماعة، مش خبر فرد واحد، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني اجتماعهم في مكان معين على الكذب، وكونه لابد أن يكون ذلك الخبر عن محسوس اللي نقله لك إما شايفه أو إما سمعه، لا الاحتياج إلى النظر عقيب سماعه. أول ما اسمع كده أبدأ إن أنا أرتب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصديقي أو تصوري. قال لا، مش هو ده المراد. فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري. قال لك ما هو، طب ما هو معنى إنه نظري بهذا التعريف وبهذا المنظور، ما هو معناه الأول بأنه هو ضروري.
لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي أنه ضروري. أمال إيه بقى اللي ينافيه؟ اللي ينافيه إن أنا أقول بعد ما أسمع محتاج إن أنا أحطه على ميزان الاستدلال. بعد ما أسمعه وبعد ما أحصل في ذهني أحطه على ميزان الاستدلال، اللي هو ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول تصوري أو تصديق، وأقيم الأدلة وإلى آخره. قال لا، شو ده المعنى؟ أمال المعنى إيه؟ المعنى إن هو محتاج بعض الشروط، لكن احتياجه لبعض الشروط لا يجعله نظري، وإنما ما زال هو كذلك ضروري. وخرج بقوله ما يوجب العلم ما إذا كان سامعه عالما بمدلوله ضرورة أو استدلالا. جه واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد وأخبروني بوجود بلدة اسمها كوالالمبور. طب ما أنا عارف وحصل لي العلم قبل ذلك، فمش هيحصل لي علم لأنه ده حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل. علما بمدلوله ضرورة، أو عالما بمدلوله بالاستدلال، يعني بوضعه على ميزان الأدلة والنظر والبحث العلمي، فإنه لم يفده علما. لما جه جمع لا يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن محسوس وقالوا لي إن في بلدة اسمها كوالالمبور، طب ما هو المعنى ده حصل في قلبي فمش محتاج يحصل مرة ثانية. فإنه يعني إن الخبر الثاني بهذه الطريقة لم يفدني علما لامتناع تحصيل الحاصل، لأنه حاصل، لأن قلبي مشغول به والمشغول لا يشغل. وما إذا كان معتقدا لخلاف مدلوله لشبهة دليل، افرض إنه هو قامت الأدلة عندي شبهة دليل، عندي كده شوية أدلة كده وثقافات بتقول لي إن الشيء ده مش موجود. طيب يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان هو لا ينفي ان هو متواتر، لانك انت لو خلوت من هذه المعتقدات ومن هذه الثقافات لقطع قلبك بها، فالمانع في قلبك لا في التواتر. لشبهة دليل، طيب ده هذا اذا كان مجتهدا، أو لتقليد، هذا إذا كان مقلدا وكان من العوام، فإن ارتسام ذلك في ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره والإصغاء إليه. يعني ذهنك منشغل بخلافه فكيف تقبله؟ قلبك منشغل بشيء آخر فلا تستطيع أن تقبل هذا الدليل حتى لو أصغت إليه، حتى لو التفت إليه. ولذلك يجي لنا واحد في الدار يقول لك انا عايز اقتنع بفرضيه الوحده، تيجي تقول لك والله انا عايز اقتنع بفرضيه الحجاب. اقنعك ازاي وانت قلبك مشغول بان الحجاب ليس فريضه؟ ما هو الثقافه والعقيده مانعه من القبول. تقول لا اروح بقى يعني نظف قلبك من هذا ونيجي نتناقش بعد كده واستطيع ان انا ادخله في قلبي، لكن ما دام قلبك منشغل بشيء آخر لا يستطيع أبدا أنك تدخل فيه معنى آخر. قال فإن ارتسام ذلك في ذهنه اللي هو المخالف لمدلول التواتر واعتقاده، ده مش في ذهنك بس، ده كمان قلبك جازم بخلاف مدلول ذلك الخبر المتواتر، هذا الارتسام مانع من أن تقبل غيره ومن أن تصغي إلى غيره. قافل ودان، وده بيسميه شيخنا حوار الطرشان، يعني ما بتسمعش. ومن هذا ما ورد في الحديث حبك للشيء يعمي ويصم. ما دام بتحب الحاجة، الحاجة دي هتخليك عميان وهتقفل عليك وعلى قلبك وعلى عقلك كل ما سواها، لا ترى إلا هذا. وهو أي تعريفه هنا أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عادة، أن يروي
جماعة، يعني أن ينقل جماعة ذلك الخبر. هذه الجماعة موصوفة بأنها لا تجتمع على الكذب، ما يحصلش منها أن هي تتوافق وتتواطأ على الكذب. ده اللي جه أخبرني بهذا الخبر واحد من مكان، واحد تاني من مكان تاني، واحد تالت من مكان تالت، وهكذا من أماكن متعددة ومختلفة. مش عادة، العادة تحيل أن يجتمعوا فيما بينهم ويختلقوا هذا الخبر حتى ينقلوه لي على أمر يخالف الواقع ويختلف ذلك. طيب عادة، لكن عقلا ممكن، العقل لا يمانع أن يجتمع مثلا 6 مليار على اختلاق خبر معين، لكن العادة تحيل ذلك، لم يجري عادة، لكن عقلا لا يترتب على حصول ذلك، يعني محال عقل، لا لنفسه ولا لغيره. طيب قال ويختلف ذلك باختلاف المخبرين، يعني كل خبر، كل قضية وكل أعداد من المخبرين، يعني ممكن يجي لك مثلا عدد من الصالحين وده ورا ده ورا ده ورا ده، قلبك يجزم بهم لأمرين، لوجود الصلاح والاعتقادك فيه. ممكن يجي لك 2000 ولكن هم في حاجة يعني غير منضبطين، فقلبك ما يجزمش، وهكذا. يبقى ويختلف هذا باختلاف المخبرين والقرائن والوقائع. الوقائع يعني الحادثة، واحد يقول لك صدق ده العتبة اتحرقت، ويجي التاني وراه والتالت وراه والرابع، حريق العتبة ممكن، لكن واحد يقول لك مثلا مدينة زي مدينة القاهرة كلها مرة واحدة كده احترقت لا قدر الله ذلك، لا، ده قضية محتاجة عشان أجزم بيها وأقطع بيها عدد أكبر من المخبرين، لأنها قضية كبيرة، واخد بالك؟ والقرائن، وكذلك اعتبار القرائن اللي هي الأحوال المصاحبة للخبر عن مثلهم، يعني الطبقة الأولى تكون مساوية للطبقة الثانية، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وهكذا 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 إلى أن ينتهي إلى المخبر الأول أو إلى المخبر عنهم. طيب وأن يكون الأصل، وأن يكون في الأصل عن مشاهدة، يعني الطبقة الأولى سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت للطبقة الثانية التي سمع، والثالثة إلى الرابعة، وهكذا كإخبارهم عن مشاهدة مكة، يعني واحد الطبقة الأولى شهدت مكة وأخبرت للطبقة الثانية، والثانية أخبرت للثالثة، والثالثة أخبرت للرابعة، فجت الرابعة أخبرتني. قال كإخبارهم عن مشاهدة مكة، لابد أن تكون الطبقة الأولى رأت مكة بعينها أو سماع، كإخبارهم عن سماع خبر الله من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بآذانهم ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم ومن بعدهم إلى بعدهم إلى آخر، لكن الطبقة الأولى لابد أن تكون سمعت بأذنها. كإخبارهم عن سماع خبر الله تعالى عن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أمر مدرك بالحس أو بالودان، ما هو الودان ديت إيه؟ السماع، فيشمل بقية الحواس، الرؤية، اللمس، الشم، الذوق، لا عن اجتهاد. يبقى ما يجتهدوش، الطبقة الأولى كلها تجتهد وتنقل للطبقة الثانية، والثانية تنقل للثالثة، والثالثة تنقل للرابعة، فالرابعة تقطع وتجزم بذلك المنقول، بس مش ده، مش التواتر، لأن التواتر لابد أن ينتهي عن محسوس، وأما الاجتهادات دي صادرة ببحث علمي مش مرئية، لا هي مرئية ولا هي مسموعة، واخد بالك، ولا هي يعني مشمومة ولا هي مذوقة ولا هي ملموسة، مش حاصلة بأحد الحواس، دي حاصلة بالعقل،
بأن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. جماعة من الفلاسفة قالت بقدم العالم، طب هي قالت بقدم العالم إزاي؟ بالأدلة التي توصلوا إليها، ده بحث فكري. يبقى توصلت إلى قدم العالم بالفكر. طب هو الفكر ده ضرب من ضروب المحسوس؟ لا، ده بحث علمي. فلا يفيد ذلك العلم، ما قلش والله تواتر قدم العالم، ما حصلش، لأن في آخر طبقة لم ترى ولم يعني تسمع ولم تشم ولم تذق ولم تحس، اللي هي الحواس الخمس، إنما توصلت إلى قدم العالم بالبحث العلمي بالأدلة التي اجتهدت فيها. لأن التبقى طب والأدلة بقى اللي هم نظروا إليها واجتهدوا فيها مش مثلها مثل الشيء المحسوس؟ قال لا، الدليل قد يلتبس على المجتهد، ولكن أنا شايف خير النظام وخير الأنام وشايف الطلبة، هقول مش شايف حاجة؟ ما بتلتبس، المحسوسات لا تلتبس، وأما المعقولات تلتبس. قال لأن التباس الدليل عليه محتمل، وعلامة اجتماع هذه الأمور إفادة العلم، يعني متى أعرف أن هذه الأمور قد اجتمعت؟ إذا حصل في قلبك العلم، فاعلم أن هذه الأمور قد اجتمعت. وعلم مما ذكر أنه لا يشترط في الجماعة عدد معين وهو الأصح، لا يشترط في الجماعة التي تنقل عدد معين، بل كل قضية وكل واقعة وكل أمر معه قرين يختلف عن ما بعده عن غيره. يعني في قضية ممكن بقليل من العدد يحصل فيها التواتر، وفي قضية بكثير من العدد مع شيء من القرائن يحصل بها التواتر، بحسب الحالة بحسب الواقعة بحسب القرائن المحيطة. نعم، الأربعة لا يمكن تواترها، وهذا إن شاء الله تعالى نبدأ به في محاضرتنا القادمة. أستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، أو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.